طيب خلونا نستأذن ان احنا نكمل مع حضراتكم هذه المتابعة الحية والمستمرة وتحليل لتداعيات حادثي طنطا والاسكندرية، والاستهدف كنيستي مارجرجس في طنطا ومار مرقس في الاسكندرية. 44 شهيد، ده طبقا للرقم اللي يمكن المتفق عليه حتى هذه اللحظة، حوالي 126 مصاب، 44 شهيد رحمة الله عليهم، 126 مصاب، نتمنى ان هم يرجعوا لبيتهم بألف سلامة. يمكن ما حدث تسبب في انه عدة قرارات يمكن كان من اقواها اذا صح التعبير اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور وتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف. دي بعض القرارات ويمكن قد تكون اهمها واللي اعلنها رئيس الجمهورية في كلمته امبارح للشعب بعد انتهاء اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني. خلونا نكمل تحليل لهذه لهاتين الحادثتين زائد هذه القرارات مع ضيفنا العزيز داخل الاستوديو الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإسلامية الأستاذ ماهر فرغلي. أهلا بك أستاذ يوسف، أهلا بسلام المشاهدين، إزاي الحال؟ الحمد لله. طيب خليني يمكن أبدأ الأول بأنه مسألة إعلان داعش تبنيها للحادثتين. أولا، هل تصدق أنه داعش فعلا هي اللي عملت ده، ولا أنه داعش تدعي ذلك لخلق حالة من حالات فرط القوة؟ لا، أنا مصدق طبعا أن داعش هي اللي عملت الحادثتين، لان حتى في حادث البطرسيه بالماس بالكربون بنفس الوزن بنفس الطريقه كان كنيسه البطرسيه، وكان ثبت بالفعل ان محمود شفيق اللي هو منفذ الحادث الانتحاري كان تدرب في سيناء، وسيناء فرع هو مبايع لتنظيم داعش. صحيح. هذه الحوادث امبارح امس التنظيم ده اعلن مسؤوليته عن حادث من الرقه في وكاله انباء اعماق، وقالوا ان في مفرزة امنية، يعني في كلمة مفرزة امنية دي هنتوقف عندها شوية، لان مفرزة امنية معناها انه هو خلية بتكون فيها مقسمة الى رصد واستطلاع والى دعم لوجستي والى ناس للتنفيذ وهكذا. دي اذا هي خلية مبايعة للتنظيم مباشرة في سوريا في الرقة، فيعني هي المسألة هنا كده هتخلينا نقول ان هو المفرزة دي معناها ان هي مش متواصلة مباشرة مع التحسينة، لا دي هي متواصلة مع الجماعة مباشرة على الرقة. على الرقة طبعا. حتى المعلومات اللي وردت حتى هذه اللحظة ان الاثنين اللي هم نفذوا اللي كانوا راحوا سوريا بالفعل وكانوا تدربوا وتلقوا تدريبات هناك، مما يؤكد الموضوع. الموضوع طبعا ان داعش او ده فرع، يعني له فرع موجود، كان ليه فرعين، فرع في سيناء، فرع جوه في بر مصر او في المحافظات المصريه. التنظيم اعلن في على تليجرام في بعض الرسائل ان المجموعه اللي نفذت الحادث دي تابعه لابو عبيده، اسمها خليه ابو عبيده، مفرزه ابو عبيده. ابو عبيده ده مين بقى؟ ابو عبيده اللي هو محمد منصور الطوخي. محمد منصور الطوخ ده تم قتله من حوالي سنتين، لو نرجع بالذاكره للوراء ده كان هو مؤسس هذا التنظيم في المحافظات المصريه، وهو اللي تم قتله على يد الامن المصري، وبناء عليه تم تشكيل خليه عرب شركس وعملوا مجموعه من العمليات وانتقاما لمقتل كان منهم مديريه امن الدقهليه. وحتى لما تم اقتحام وكر هذه الخلية في الأليوبية وجدوا كلمة لافتة مكتوب عليها أبو عبيدة داخل المكان نفسه. يعود لنا أبو عبيدة مرة أخرى اللزان، هو شخصية كانت مؤثرة جدا في التنظيم بلا شك، وشخصية ضخمة، ولذلك هم متأثرين بمقتله للآن، وكل فترة يطلعون أبو عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة، وهذه المفرزة هي مفرزة بنفس تحمل نفس اسم أبو عبيدة. ده مما يؤكد أن التنظيم داعش هو الذي قام بهذه العملية.